وهنا في الأردن نرى طريقا مباشرا من الأردن إلى شمال غزة عبر إيرز، وأول شحنة ستغادر اليوم. في الواقع هذه التي تراها هنا اليوم ستذهب إلى غزة مرة أخرى من الأردن إلى غزة مباشرة، ونحن ندعم هذا الجهد، وهذا يحرك المواد الغذائية بطريقة فعالة وسريعة إلى شمال غزة. هذا تقدم مهم، ولكن لا نزال نحتاج إلى بذل المزيد. يجب التأكد أن تركيزنا ليس على المواد وإنما على التأثير وتوصيل المساعدات التي يحتاجها الناس تصل إليهم بطريقة فعالة. ثم هناك تحديات يجب أن نواجهها من ناحية الكمية وأيضا التنوع، ليس فقط مواد غذائية وإنما أيضا أدوية وأشياء يحتاجها الناس. ثم أيضا آليات لتخفيض التوتر في المناطق هذه، يجب التأكد أن هناك سائقين بعدد كاف، وهناك آليات توزيع فعالة داخل غزة. أيضا يجب أن تكون هناك قائمة واضحة للمواد. قائمة واضحة مفهومة بحيث نعرف ما هي المواد المسموح بإدخالها. أيضا ورغم أهمية المواد الغذائية إلا أن هذا لا يكفي، لأننا نحتاج إلى نظام بيئي كامل. نحتاج إلى المياه، الصرف الصحي، تحلية المياه، ثم الأدوية والمنشآت الطبية، وكل هذا ضروري إذا أردنا توفير الرفاهية لشعب غزة. الآن أنا سأتوجه إلى غزة، إلى إسرائيل غدا، سأتحدث مع الحكومة الإسرائيلية، ولا تزال هناك أشياء يجب القيام بها للتأكد من أن الناس تحصل على ما تحتاجه. سأجتمع مع نتنياهو ومع عدد من المسؤولين الإسرائيليين. Michael Gordon, Wall Street Journal. You said yesterday in Riyadh that the U.S. had not yet seen a humanitarian plan from Israel that gives you the confidence. جوردن من صحيفة الواسيت جورنال، لقد قلت في الأمس في الرياض أن الولايات المتحدة لم ترى بعد خطة إنسانية من إسرائيل تعطيكم الثقة بأنه يمكن حماية المدنيين بشكل ناجع إن مضت إسرائيل بعملية في رفح. اليوم رئيس الوزراء نتنياهو قال بأن إسرائيل بدأت بإجلاء المدنيين في رفح، وأقتبس بأنه سيكون هنالك عملية ستجري عما قريب نهاية الاقتباس. هل لديك التزام من إسرائيل بأنها لن تمضي بعملية في رفح إلا عندما تعطي الولايات المتحدة خطة تعطي الأمريكيين مثل هذه الثقة؟ وهل لديكم معلومات من إسرائيل أو غيرهم لكي تعتقدون بأن عملية رفح على وشك أن تحصل؟ وأيضا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح بصفقة أم دون صفقة. هل هذا القرار لإجراء العملية مع صفقة لوقف إطلاق النار أو دونها تهدد صفقة التطبيع وأيضا تهدد مسألة إقامة الدولة الفلسطينية؟ رؤيتنا بالنسبة لرفح معروفة، والرئيس كان واضحا وأنا كنت واضحا بشأنها وكررناها بالأمس. تركيزنا الآن بالإضافة إلى الجهود الإنسانية، تركيزنا هو الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن إلى بيوتهم. هذه مسألة ملحة، وأعتقد
أن بالإمكان تحقيقها، لأن الإسرائيليين وضعوا مقترحات قوية على الطاولة وبرهنوا على أنهم مستعدين للوصول إلى حلول توافقية. الآن العبء على عاتق حماس، حان الوقت للتصرف. الآن تركيزنا على هذا، ونريد أن نرى في الأيام القادمة هذا الاتفاق يتبلور، لأن هذه هي الطريقة الفعالة للتعامل مع معاناة الناس وخلق بيئة تساعدنا على التحرك إلى الأمام باتجاه شيء مستدام، وأيضا يوفر الأمن للإسرائيليين. السيد الوزير، لدي سؤالين. أول سؤال حول المساعدات إلى غزة. تحدثت عن التأثير، ويبدو بأن المعضلة الكبرى الآن هي مسألة توزيع المساعدات الإغاثية في داخل القطاع. الولايات إسرائيل والأمم المتحدة تتبادلان اللوم والاتهامات حول مسألة توزيع المساعدات. ما الذي يمكن فعله بحد اعتقادكم في الحكومة الأمريكية؟ السؤال الثاني حول حقوق الإنسان. لقد وصلت هذه الإدارة إلى سدة الحكم وركزت على أولوية حقوق الإنسان في سياساتها. لماذا هنالك انطباع حول العالم بعد 6 أشهر من الحرب بأن الولايات المتحدة أخفقت في إخضاع إسرائيل للمساءلة بالنسبة لانتهاك حقوق الإنسان؟ هل هذا الانطباع كان مشروعا أم لا؟ ما الذي تريدون فعله لكي لا يعرقل هذا الانطباع أجندتكم العالمية لحقوق الإنسان؟ أولا، بالنسبة للمساعدات، ما سمعته اليوم من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى وأيضا كبار مسؤولي الأمم المتحدة، سمعنا عن إصرار للعمل عن كثب وبفعالية مع كل المعنيين ليتأكد من توصيل المساعدات إلى محتاجيها. المسألة لا تتعلق بتوجيه الاتهامات، وإنما اتخاذ الخطوات العملية الضرورية لإنجاح هذا المشروع قدر الإمكان. أنا سمعت عن إصرار لتحقيق ذلك، وأريد التأكد أن إسرائيل لديها نفس الإصرار. هذا هو الشيء المهم. واضح أن هناك أشياء يجب أن تحدث، لم تحدث بعد، وهي تعظم هذه الجهود والتأثير. مثلا أشرت إلى عدة أشياء، نحتاج إلى المزيد من الشاحنات إدخالها إلى غزة عندما تصل، توزيعها. أيضا نريد مجموعة مستدامة من السائقين، يجب أن يكون هناك إمداد كاف من الوقود لحركة الشاحنات. أيضا إصلاح الطرق، وكما ذكرت هناك أشياء كثيرة مرتبطة، مثلا إصلاح أنابيب المياه، ليس فقط الأنابيب المتوجهة إلى غزة وإنما أيضا الموجودة داخل غزة. الصرف الصحي مثلا، مهم أن نحقق بعض الأشياء، ونريد التأكد أن الكل يعمل سويا لتحقيق وإنجاز المهمة. عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، دعيني أكون واضحا، لا توجد معايير مزدوجة، نطبق نفس المعايير على الجميع في العالم فيها إسرائيل، ونعمل بشكل منتظم. عندما تكون هناك تقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان نعمل عليها، ونعمل من خلال العملية وبنفس الطريقة مع إسرائيل مثل أي دولة أخرى، سواء كانت حليف أو شريك أو كانت ربما خصما. إذن ترينا بعض الأعمال التي نقوم بها، بما في ذلك تطبيق قانون ليهي وخطوات أخرى نتخذها. مرة أخرى سندع النتائج تتحدث عن نفسها.